السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد على قناة عالم التكنولوجيا. طبعا ما زلنا في موضوع النظام الوهمي وكيفية تثبيت الأنظمة الوهمية عليه. طب موضوع اليوم سوف يكون كيفية تثبيت توزيعة الويفي سلاكس على النظام الوهمي فيرتوال بوكس. طبعا لمن لا يعرف النظام الوهمي فيرتوال بوكس يتابع الدروس الفارطة على القناة لتثبيت التوزيع. نضغط على نوفل، هو نكتب اسم التوزيع وفي سلاكس مثل ما انتم شايفين. هون نختار other linux مثل ما انتم شايفين، نضغط على سويفون، نحط نصف مثل ما انتم شايفين، كري سويفون سويفون، هاي مثل ما انتم شايفين. خليها مثلا 20 جيجا مساحة. آذر نضغط على ديماري، نضغط على هاي الايقونة هون لنختار وين حاطين القرص الايزو اللي بدنا نشتغل عليه. انا حاطه عدي، روح للدي، هاي هي بضغط عليها، بعمل انتري، بضغط ديماري، مثل ما انتم شايفين بضغط انتري، بضغط انتري، بلش هلا يثبت معنا. مثل ما انتم شايفين ننتظر، ننتظر حتى يخلص.
ننتظر شوي مثل ما انتم شايفين، ظلت بس هاي تصير مثل هدول باللون وهدول كمان. هذا الشعار تاعها الويفس لاكس. طبعا بياخذ شوية وقت ننتظر. ننتظر شوي يخلص، بياخذ يعني شوية وقت مثل ما انتم شايفين، عم ياخذ شوية وقت. إن شاء الله تكون عجبتكم هاي التوزيعة. طبعا هاي التوزيعة مختصة باختراق الشبكات، واللي بده يحملها راح احط له رابط تحميلها بالوصف تحت الفيديو، ونلتقي بشروحات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.